بسم الله الرحمن الرحيم. هذا البيت مهجور من فترة جدا طويلة. بسم الله. كان بمجموعة من الجان، يعني هذا فترة الليل البيت بصورة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. فترة الليل بصورة عامة هذا البيت طراقيع وصياح وعياط بي من أهله، يعني أهله، مو أقصد بي الإنس، أهله من الجن. فسبحان الله خلى هذا المنزل وانهجر مثل ما تلاحظون، كل شيء خاوي على عروشه بهذا المنزل، ما بي أي شيء. مثل ما تشاهدون اخواني واخواتي الاعزاء، مكان مهجور يعني على فترة طويلة بحدود ما يقارب 15 سنة او اكثر، والله اعلم رسوله. ماكو اي بشر بهذا البيت، كائن ولا اي. سبحان الله. Thank you.